شكرا سيد الوالي الاخ العزيز على هذا الكلام الطيب. احنا ولاد الدرب كنا تلعبوا الكره جميع، كنا تنخرجوا جميع، داكشي دونك الكلام اللي قال لكم نقصم شويه من الحده ديالو، حيت تنتبادلوا هاد المشاعر حقيقة. ولكن انا جد سعيد للحضور معكم اليوم، وتنشوف وجوه اللي تنعرف منذ زمان، وجوه اللي تشتغل معنا داخل المجلس، تنشوف الطلبة. انا فاش ما تنجي تمشي حنا فتحنا المؤسسة على الخارج، على المواطن المواطنة والمواطن، على الجامعات. وفاش ما تنمشي لشي جامعة تنظن بأن من هذوك من أعز اللحظات اللي تنقضي داخل هذا المجلس هذا، حيت هذه إمكانية باش تنعاود نشارجي لي باتري أنا لينيرجي ديالكم، أن مو دون بلوس دينيرجي. عندي مشكل واحد، ولكن السيد راه فهم، كان وراء تاك لي كاميرا وتاك الطلبة لي اللوك، تنقول كيفاش غادي يشوفوا ليكرون. دونك دابا تتشوفوا مزيان ياك؟ صافي ميرسي. فيت الحق هو كان يمكن يطلب السيد الوالي يجي هو اللي يقدم هذا العقد هذا، حيت كان مني قال لكم بان كنا خدمنا في واحد الوقت جميع، هو كان تيدبر واحد الشركه في الانفورماتيك وانا كنت ندبر واحد الشركه في الانفورماتيك، دونك كان عندنا اتصالات فيما يخص الميدان نتاع لو ديجيتال اي لو نيميريك. حاجه اخرى اللي سمحتيهم، بغيت نفسر لكم واحد الحاجه كيفاش نعمل الندوات ديالي. الندوات ديالي ماشي انا تديرها، انتم تديروها. دونك عندي واحد جوج نتاع اللوحات اللي عادي هنا نفسر بعض الاشياء مهمه، ولكن بعد انتم اللي عاد تبنيو معايا هذا العرض هذا. ف بغيت نهضر على الرهانات اليوم، التحول الرقمي. شنو هذا التحول الرقمي؟ شتيه فرض علينا كمجتمع، كمؤسسات، كمواطنين، كمواطنات، وشنو هما الفرص نتاع المستقبل اللي يمكن لها كنا خصنا نمشيو ونتمنوها، حيت كاين فرص مهمه جدا. وهذا اللي بغيتكم تخرجوا من هذا بعد من هذا الباب هذه، تقولوا واو حقيقه كاين فرص هنا، وحنا في واحد الميدان ولا في واحد المناخ اللي تيسهل علينا باش نستمروا هذه الفرص. هذو هي الجامعه وجميع البرامج اللي هضر عليهم السيد رئيس الجامعه. دونك كيفاش حنا كطلبه يمكننا نمشيو ونتمنوا هذه الفرص؟ وانا تهضر على الطلبه، ولكن كاين حتى شي اخوات واخوان اللي تيخدموا مع الشركات، تما كلهم ياخذوا نفس التوجه ويستقلوا من غدا وينشئوا واحد المقاوله جديده في الميدان الديجيتال. ما ديروش هذه القضيه، راه زعما تفكروا فيها اكثر. فندوزو على شنو هو، ما هو المقصود، المقصود بالتحول الرقمي. والتحول الرقمي ما ندخلش في هادشي، انتم عارفين هو اي شيء. هما اليوم تلاحظوا بان كاين واحد التغيرات مهمه في المجتمع ككل. هاد التغيرات هذه جايه باعتماد التكنولوجيات الجديده، تكنولوجيات الانترنت، الذكاء الاجتماعي، الهواتف الذكيه، وسائل التواصل الاجتماعي. تنخمو فكيفاش كنا تنتواصلوا هذه السنوات اللي ما كانوش هاد الانترنت هذا، راه هضر عليها السيد الولي عنده الحق. فكروا عاوتاني ملي كنمشيو تزوروا شي مدينه، هذو الاشياء اللي انا بعدا تنبقى معجب فيها، مبهض فيها، واخا داز الوقت ودائما تنستعمل نفس لابليكاسيون، عندي نفس الابهار فيما يخص هذا. ايماجيني كنا تنعيشوا بلا ويز ولا بلا جوجل مابس، تمشيو لشي مدينه وباغيين تمشيو شي ادريس عند شي الحباب ديالكم، العائله ولا شي ريستورون ولا شي مكان معين، شي وزاره، وما عندكمش ويز وما عندكمش جوجل مابس. هذاك سي جوست انكرويابل كيفاش هاد التكنولوجيات هادو يمكنونا باش نزيدو باش نتغير جميع الانماط نتاع
التواصل نتاع التجارة نتاع العيش إلى آخره. وبالطبع هذا الشيء يفرض علينا واحد تغييرات ثقافية. سيدي حمزة تعرف هذا الشيء، اليوم وصلنا ثقافيا ولا تكون عندي واحد نقاشات معها غنية جدا. مثلا شنو هي الحداثة؟ واش الحداثة توصلنا على طريق هاد الشبكات تاع التواصل الاجتماعي؟ الطرف يمكن مزيان، ولكن الطرف يمكن خصنا نحتاطو، حيت كاين اشياء اللي تتهمنا حنا في الوجدان ديالنا وخصنا نحتاطو منها. ولكن موجودة اليوم ثقافيا، فتحنا على واحد ثقافات اخرى، واخا حنا كبلاد تنفتخروا بهذا الانسجام وبهذا العيش تعايش بين الثقافات بين الديانات الى اخره. وهذا خصنا نبقاو نحافظوا عليه، هذا التعايش هذا وهذا الانفتاح ديالنا هذا. ولكن هاد التكنولوجيات سرعوا هاد الاندماج هذا. دونك هذا ثقافيا مهمه. تنظيميا كيفاش غدا اليوم اللي بقات الحياه ديالي يمكن اي واحد حتى يمكن له يستعمل المعطيات الشخصيه ديالي وينشرها ويستغلها، تتحط مشكل هذا. دونك تنظيميا سميتو ضيف انا يمكن انا الثقافي التنظيمي. دابا اللي مشيت قلت هاد الشباب اللي معنا هنا اليوم اللي خلقوا يمكن بعد 2000 لا داك الاشعار ولا التصور نتاع الحياه الشخصيه مختلف جدا مع التصور ديالي انا مثلا، حيت هما تسانسوا باش يعملوا عده اشياء ولا عده لحظات نتاع الحياه الشخصيه ديالهم تتولي عموميه. انا تيحط لي مشكل داكوغ. دونك حتى هادشي خصنا كيفاش هاد الثقافه تكون هاد التغيير هذا، ولكن تنظيميا كيفاش نعالجوا هادشي، كيفاش نحافظوا على السريه نتاع الناس اللي ما بغاوش هما المعطيات ديالهم تكون. ضيعت هاد الشباب اللي خلينا من 2000 الفوق كاين اشياء ما يبغيش تكون موجوده عموميا، مثلا المعطيات الصحيه ديالي ولا المعطيات الماليه ديالي، هذا تيحط مشكل. دونك هادو اشياء للتغييرات اللي مهمه اللي خصها لابد كيفاش كمجتمع تنستوعبوها وتنخدموا في عده اتجاهات. تنخدموا فيما يخص القانون، تنخدموا فيما يخص الثقافه، فيما يخص التواصل، فيما يخص التكوين الى اخره، باش يمكننا نواكبوا هذا التحول الرقمي. حيت يمكننا نقولوا علاش خصنا نواكبوه؟ اولا حيت ما تقول لك كاين شي موجه، ركب على الموجه حتى ما تحاول تضرب الموجه. دونك هذه الموجه هذه كاينه عالميا. ثانيا حيت نركب على الموجه يمكن نوصل بعيد. دونك هذو هما الفرص اللي غادي نهضر عليهم. ولهذا غندوز لهذه النقطه، هذه اللوحه الثانيه. ليس اقوى الكائنات هو الذي يبقى، ولا اكثرهم ذكاء بل اقدرهم على التاقلم مع التغييرات. شكون اللي قال هذا؟ داروين. التيوري دو ليفولوسيون. دونك هادو من الاشياء اللي علاش مهمه؟ مهمه حيت اليوم تفرض علينا هاد التغييرات هادو، هاد التغييرات تغييرات عميقه جدا. دونك لابد خصنا كيفاش نتاقلموا معها، كيفاش نواكبوها. ولكن خصنا عاوتاني مثلا اللي مشيت وكانت عندي واحد الاراده باش نتاقلم مع هاد التغييرات، هاد التغييرات ما تغلبش عليا، ويمكن ما تغيرنيش، ما تغيرش شنو هو مهم عندي. دونك خصني كيفاش نحصي ولا نفكر بشنو هو مهم، شنو هي الاشياء الثقافيه اللي مهمه عندنا حنا المغاربه، دينيا لغويا الى اخره. ونقول هذه الاشياء هذو ما يمكنش يكون واحد تراجع فيها، ولكن غير هذه الاشياء هذو غنبني حول هاد لي فوندامونتو، غنبني حولهم باش نمشي حتى بعيد ابعد ما ممكن باش ناخذ هذه الفرص نتاع الذكاء الاجتماعي، الذكاء نتاع التحول الرقمي. مزيان، دابا غندوزو شنو هما الرهانات
نتاع التحول الرقمي على المستوى الدولي. هذه الرهانات متعدده بالطبع. غادي نهضر عن نسولكم دابا ندخلوا داك نتوما تبنيو معايا تحول في نماذج الاعمال. في نظر شنو هو التحول في نماذج الاعمال؟ فاصو ثاني ما خدمتش ما changement dans les méthodes de travail, peut-être bien innovation. Oui. Restez, gardez le micro. تنحاول نمشي فيغ لي سيكتور. شكون هما لي سيكتور كي فون اتخ امباكتي؟ شكون هما القطاعات اللي اليوم طريقة العمل فيها تتغير ولا هاد لي سيكتور اللي سميتهم؟ القطاع اللي انا فيه لو سيكتور دو سونتي. اون سون بلان ترانسفورماسيون ديجيتال. Actuellement, on travaille dans le domaine. On travaille sur le projet d'interfaçage entre le ministère de la Santé, le système d'information hospitalier et. Bien, ça c'est très très bien. Oui. Oui. الحوايج جداد اللي بانوا واللي سهلوا الماموريه للولوج لسوق الشغل ولكن اللي خاصهم يتفهموا من طرف الجامع. شكرا. شكرا. مهم جدا حيت هذا هو الثقافيه اللي هضرت عليه قبيله. انت دابا برزتيها بواحد فيما يخص الخدمات والعلاقه بينك وبين الاسره وكيف الشيء فكروا تيقول لك انا ما نكذبش عليكم. تنظن بان هذا واحد فرص مهمه جدا. هذاك السيد اللي كان جوجل ما يمكن لاش تخدمو ولا مايكروسوفت ولا هذا حيت سيكون صعيب عليهم حيت هو في المغرب خصو ياخذ الفيزا خصو يمشي داك الشيء وعادي يتكلف واحد التكلفه ماليه كبيره الى اخره. اليوم عادي يخدم من دارو بحال اللي قلتي بوجده وراه خدام مع جوجل ولا مع مايكروسوفت ولا مع امازون ولا ما بغيتي. دونك هادو من هما الفرص قبيله اللي كنت تهضر عليهم و غادي يبقاو بعض الاشياء اللي خصها تدريجيا نعالجوها. مثلا هاد الناس اللي تيخدموا في هاد الطريقه ديال الانترنت اليوم خصهم يمشيو لوطونتربرونور. خصهم لا بد يمشيو يتسجلوا في لوطونتربرونور. علاش؟ المقاول الذاتي بروبليم عندهم الحمايه ودازيامون عندهم واجب باش يأديو ضرائب. واخا الضريبه فيما يخص هذا لو ستاتي هذا ناقصه سكي فامي مزيان. حنا انا كنت مقاول الذاتي سي معلم تاع ارشاد القضيه ولكن هذه اول من اخر البرامج اللي كنت جبتها فاش كنت في الوزاره. وحقيقه كان السي مزوار حتى هو في الفينانس كنا تنافسوا شي شويه شكون اللي غادي يديرها. انا كنت تنقول هذه لاين بي ام او اللي كانت تابعه للمينيستير هو كان تيخمم لان سيتي ليكونومي سميتو. فينالمون ما درناهاش لا هو لا انا حيت جا لو 11 فيفري. دونك مشينا شويه واحد العام تقريبا قبل ولا واحد 9 شهور ولا 10 شهور قبل ولكن بعد الحمد لله داروها من بعد اي طون ميو. دونك هادو من الاشياء اللي برسي اللي حقا كاينه خصنا كيفاش نعالجوها ثقافيا نوسي وحقيقه من بعد تتبقى ابتكار ولا نتاع كل واحد كيفاش يمكن له يبيع هذه الخدمات عن طريق الانترنت. انا عندي ما نكذبش عليك مشكل في واحد الميدان معين تنظن بان جو با مفير بوكو دامي اجوردي ان ديزون سا. عندي مشكل مع لي زانفلونسور با توس داكور. جيسبر كو فو نيت با انفلونسور فو مغاسوري. Donc, mais il y a certains influenceurs qui sont utiles, d'autres qui ne le sont pas. D'accord ? Mais il y a des choses qui sont utiles, des choses qui sont utiles, des choses qui sont utiles, des choses qui sont utiles. Donc, bon, je ne vais pas faire le mot de la mais je ne vais pas faire le mot de la vie. Mais il y a des choses qui sont utiles, d'autres qui le sont beaucoup moins. Je m'arrête là. Quand je suis juste. بغا لا باول انا نرجع لعندك وي اغوش اغوش غاست لا 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 غاست لا غاست جوست ان فاس وعاد اجي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا بغيت
انا بغيت نشارك في هذا الندوه هذه، وعندي واحد التدخل بالنسبه لقطاع التعليم. هو شهد هذا التحول الرقمي بواحد الشكل كبير، خاصة في جائحة كورونا عندما كان جميع المدارس مغلقة، عاون بواحد الشكل كبير باش ما ضاعوش التلاميذ والطلبة كذلك. وبالنسبة كذلك راه الجامعة كانت قدمت دارت هذا التحول الرقمي عبر منصة رقمية لإلقاء الدروس. وانا عندي واحد الاشكال اخر بالنسبه لهذا التحول الرقمي، هل هناك ثقافه ديال المجتمع للتعامل مع هذا الرقمنه؟ لان بحال مثلا امريكا ولا اوروبا هما عندهم واحد ثقافه قبل بينا بزاف، لان انا في المغرب كمثلا الهواتف ولا كاين هناك استعمال غير مقلل لهذا الوسائل هذه، ومن الأحسن يكون واحد المادة تعليمية اللي تقرأ داخل المدارس التعليمية، مثلا تكون سميتها الثقافة الرقمية ولا التحضيرية ولا الثانية ابتدائي. وهذا هو التدخل ديالي. شكرا للجميع. شكرا. بعدا خصني نهنيكم أهل وجدة، حيت فاش ما تمشي شي جامعة غادي نفس الطريقة باش تعمل مع هاد الندوات، نسميناهم الندوات، وتيكون شويه صعيب في الاول باش تدخل الناس يبداو يتواصلوا معك. من بعد في واحد الوقت كاين الشجاع الاول والشجاعة الثانيه الى اخره، من بعد ولكن انتم تبارك الله عليكم شجاع كاملين فريمون سي بيان. دونك نرد على الاستاذ، عندك واحد النقطه مهمه جدا راني كنت عنجلها. هذا التحول الرقمي شكون اللي سرعه؟ هو الجائحه نتاع كورونا. حقيقه العالم باسره خدا فاق من عاج وقال واو، واللي غدا عاوتاني وقعت شي جائحه اخرى. بعد اولا قالوا كيفاش خصنا نتعاملوا مع الجائحه اليوم، ما يمكنناش نوقفوا كاملين، ما يبقى حتى شي حاجه يدار. دوك الناس يبقاو جالسين في دارهم حيت فرضت عليهم الدوله باش يجلسوا في دارهم، ولكن في نفس الوقت خصهم يشاركوا. دونك كيفاش يشاركوا؟ عن الطريقه نتاع الانترنت. انا نقول لكم واحد الحاجه، حنا كمجلس من الاول زعما بحال فاش وصل داك الشيء قررنا باش نخدموا عن بعد كاملين. سيدنا حمزه بدا يخدم معنا عن بعد، عندنا واحد السيد نقابي عنده اكثر من 82 عام عمره ما استعمل شي اورديناتور، بدا يخدم معنا عن بعد، صيفطنا له الناس اللي انستالي في السلولو. كانت الانتاجيه اكثر مما كانت قبل. دابا ملي كمل كورونا قال لنا حنا بقاو نخدموا على البعد. قلت لهم هاد الاخوان عندي مشكل مع هذه القريه، نتاع نخدموا على البعد. عملنا لي بغيت، عملنا بان حيت عندنا حنا واحد الجمعيه عامه كل خميس، كل شهر اخر خميس تاع الشهر، بقاو شي بقاو الناس يتفاوضوا معايا نحضروا من على البعد والناس. قلت لهم لا، هذا لابد نكونوا حاضرين كاملين، وكاين اللقاءات نتاع اللجان الدائمه عندنا سبعه، تيكونوا اربعه نتاع اللقاءات في السيمانه. قلنا لهم هذو يمكن لهم النص يكون عن بعد والنص حضوريا. علاش نظركم قلت لابد الجمعيه العامه نكونوا حاضرين؟